إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا المرة السابقة عند مقتل علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقلنا أن الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وبعد مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، بايع أهل الكوفة الحسن بن علي. أهل الكوفة بعد مقتل علي رضي الله عنه بايعوا الحسن بن علي، وعند ذلك خرج الحسن بن علي بعد أن عقدت له البيعة، خرج من الكوفة إلى الشام يريد أيضا قتال أهل الشام، لأنهم إلى الآن لم ينزلوا على طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبعد ذلك على طاعة الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. عندما خرج الحسن بن علي، وكان الحسن رضي الله عنه في نيته الصلح، وكان لا يحب القتال، بل قد ذكرنا أو لم نذكر نسيت أنا الآن أن الحسن بن علي كان معارضا لخروج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتاله لأهل الشام. فخرج الحسن بن علي، وكان من علامات إرادته للصلح أنه عزل قيس بن سعد بن عبادة، عزله عن القيادة وجعل القيادة بيد عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. عن الحسن البصري قال: لما سار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر آخرها، أو حتى تدبر آخرها. يقول أراها لا تولي حتى تدبر، يعني حتى تنتهي. قال معاوية: من لذرار المسلمين؟ من لذرار المسلمين؟ قال عمر: أنا. قال معاوية: قال عبد الرحمن بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح، نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن أي البصري: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وعن الزهري قال: أرسل معاوية إلى الحسن سجلا قد ختم في أسفله، اكتب فيه ما تريد فهو لك. فقال عمرو بن العاص: بل نقاتله. فقال معاوية، يقول الزهري: وكان خير الرجلين على رسلك يا أبا عبد الله، لا تخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام، فما خير الحياة بعد ذلك، فما خير الحياة بعد ذلك، وإني والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال مدة. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إلى الزهري. عند ذلك التقى معاوية الحسن، وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية للخلافة، فصار عند ذلك معاوية هو أمير المؤمنين، وسمي هذا العام بعام الجماعة. هنا أي عندما أخذ معاوية الخلافة انتقل الأمر من الخلافة إلى الملك. يقول سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. رواه أبو داود بسند صحيح. قال سفينة: أمسك. خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين.
هذه تسمى خلافة النبوة، تسمى خلافة النبوة. خلافة أبي بكر سنتين وثلاث أشهر، خلافة عمر وهي 10 سنوات، خلافة عثمان 12 سنة، ثم خلافة علي 4 سنوات و9 أشهر، وخلافة الحسن 6 أشهر. مجموع هذه تصير إلى 30 سنة. هذه 30 سنة هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة تكون 30 سنة خلافة نبوة، ثم بعد ذلك تكون ملك. وعن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك أعفر، ثم ملك وجبروت. رواه الدارمي. وقوله أول دينكم نبوة ورحمة، أي نبوة لما كانت خلافة النبي أو إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، ثم كذلك إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، ثم بعد ذلك قال ملك ورحمة وهو عهد معاوية، ثم ملك أعفر، أي أعفر أنه يعني من التعفير وهو التصاقه بالتراب، ثم ملك وجبروت، وهذا ينضبط بما بعد معاوية سواء بملك يزيد أو الذي بعد يزيد كما سيأتي. تولى معاوية على المؤمنين وصار خليفة المسلمين مدة 20 سنة تقريبا، حتى 60 من الهجرة. ولم تكن هناك يعني مشاكل ولا خلافات، بل كانت فتوحات وهدوء في تلك الفترة. وتوفي خلال هذه الفترة الحسن بن علي رضي الله عنه، قيل أنه مات مسموما وقيل غير ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن لم يأتي شيء يعني بسند صحيح يبين هذا أو ذاك، ولكنه المعروف أنه مات 49 من الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. في 56 من الهجرة معاوية رضي الله عنه أمر الناس أن يبايعوا ابنه يزيد بعده، يعني بعد أن يتوفى يكون الخليفة على المسلمين يزيد ابن معاوية. وهنا معاوية عدل عن طريقة التقدمين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر أو نص على أبي بكر، ثم جاء أبو بكر فنص على عمر، ثم جاء عمر ونص على 6، وأخرج سعيد بن زيد وأخرج ابنه عبد الله، ثم جاء علي ولم ينص على، ثم جاء عثمان ولم ينص على أحد، ثم جاء علي ولم ينص على أحد، والحسن تنازل لمعاوية. فقيل لمعاوية يعني إما أن تتركها كما يعني كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على ما كان عليه أبو بكر الصديق، وهو أنه أعطى الخلافة لرجل ليس من أهله وليس من أهل بيته، ثم جاء عمر وجعلها في 6 ليسوا من أهل بيته. يعني إما أن توصي بشخص ليس من أهل بيتك، وإما أن توصي إلى مجموعة ليسوا أيضا من أهل بيتك، وإما أن تترك الأمر والمسلمون يختارون من يشاءون. ولكن معاوية أبى إلا أن يكون الخليفة بعده يزيد. ويقول الإمام أبو بكر بن العربي: عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتنة والشر إذا جعلها شرا، يخاف أن يكون هناك فتنة وشر، خاصة أن الفتنة كانت قد انطفأت قريبا. يقول: كان يتوجس من الفتن والشر إذا جعلها شورى، وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه يزيد. موقف أهل السنة والجماعة من بيعة يزيد ابن معاوية: طبعا أهل السنة والجماعة مقرون بالبيعة أنها صحيحة، ولكنهم عابوا هذه البيعة بأمرين اثنين، عابوا بيعة يزيد بن معاوية بأمرين اثنين. أما الأمر الأول فقالوا إن هذه بدعة جديدة، وهي أنه جعل الخلافة في ولده، فكأنها صارت وراثة بعد أن كانت شورى وتنصيص على غير القريب، فكيف قريب وابن مباشر؟ فمن هذا المنطلق أنهم رفضوا المبدأ بغض النظر عن الشخص، وإنما رفضوا المبدأ أن تكون المسألة وراثة. أما المنطلق الثاني الذي يعني عاب فيه أهل السنة والجماعة بيعة يزيد بن معاوية، وهو عدم أهلية يزيد للخلافة، عدم أهلية يزيد للخلافة، وأنه كان هناك من هو أولى من يزيد بالخلافة كابن عمر وابن الزبير والحسين ومحمد بن حنفية وغيرهم، كانوا أولى من يزيد بالخلافة.
هذا من منطلق أهل السنة. أما من منطلق الشيعة فالشيعة يرونها أنها الخلافة أو الإمامة في علي وأبنائه فقط، وهم لا يعيبون بيعة يزيد يعني بذاتها، وإنما يعيبون كل بيعة لا تكون لعلي وأبنائه، وهم يعيبون بيعة أبي بكر وبيعة عمر وبيعة عثمان وبيعة معاوية كلها بغض النظر عن المبايع، لأنهم يرون أنها نص في علي وأبنائه إلى أن تقوم الساعة. قال ابن العربي أبو بكر: إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى وأن لا يخص بها أحدا من قرابته، فكيف ولدا، فكيف يخص بها ولدا من أولاده، ولكنه عقد البيعة لابنه وبايعه الناس فانعقدت شرعا، وما عيب على يزيد من الفسق لم يثبت عنه. يقول: ما عيب على يزيد من الفسق لم يثبت عنه. بعد أن بايع الناس يزيد بن معاوية، هنا هل يزيد كان أهلا للخلافة أم لا؟ ذكر ابن كثير عن عبد الله بن مطيع وأصحابه أنهم مشوا إلى محمد بن الحنفية، ومحمد هذا ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين، ذهبوا إلى محمد الحنفية فأرادوه على خلع يزيد. هذا بعد أن مات معاوية في سنة 60 من الهجرة، وصار أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. يقول: ذهبوا إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليه، رفض. قال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة، يشرب الخمر ويترك الصلاة. فقال محمد: ما رأيت منه ما تذكره، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة، ما رأيت هذا الذي تقول أنه كان يشرب الخمر وأنه كان يترك الصلاة؟ قالوا: إن ذلك كان منه تصنعا له، يعني فعل هذا الفعل وهو ملازمة على الصلاة، ترك الخمر، السؤال عن السنة والفقه، كان هذا تصنعا له. فقال محمد بن الحنفية: وما الذي خافه مني أو رجاه؟ يعني لماذا يتصنع لي؟ هو أمير المؤمنين، أنا إنسان عادي من الناس، لماذا يتصنع لي؟ ما الذي خافه مني أو رجاه؟ أفأطلعكم على ما تذكرون؟ يا رأيتوه وهو يشرب؟ قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأينا، إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه. قال محمد بن الحنفية: أبى الله ذلك على أهل الشهادة. ثم قرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالفسق الذي نسب ليزيد في شخصه كشرب خمر أو ملاعبة قرادة كما يقولون أو فحش أو ما شابه ذلك، هذا لم يثبت عنه بسند صحيح، فهذا لا نصدق ولا نكذبه، ولكن نقول علمه عند ربي سبحانه وتعالى، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. ولكن ظاهر رواية محمد بن الحنفية أنه لم يكن شيء من ذلك، فالعلم عند الله تبارك وتعالى في حال يزيد الخاصة، وهذا لا يهمه، هذا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ولو فرض أن الأمر كان كذلك، فإن كون الإمام فاسقا لا يعني هذا أنه يجب الخروج عليه بهذه الصورة التي حدثت كما سيأتي. بويع ليزيد للخلافة سنة 60 من الهجرة، وكان له من العمر 34 سنة. لم يبايع الحسين بن علي ولا عبد الله بن الزبير، وكان في المدينة، فلما طلب منهما أن يبايع ليزيد قال عبد الله بن الزبير: أنظر هذه الليلة وغدا أخبركم يعني برأيي. فقالوا: نعم. فلما صار الليل خرج من المدينة هربا إلى مكة ولم يبايع. ولما جاء بالحسين بن علي وقيل له بايع، قال: إني لا أبايع سرا، إنما أبايع جهرا بين الناس. قالوا: نعم. وأيضا لما صار الليل خرج خلف عبد الله بن الزبير، فلم يبايع لا الحسين بن علي ولا عبد الله بن الزبير، بل هرب إلى مكة ولم يبايع يزيد بن معاوية. بعد ذلك بلغ الخبر أهل العراق، بلغهم أن الحسين لم يبايع ليزيد بن معاوية، وهم أيضا لا يريدون يزيد بن معاوية، بل ولا يريدون معاوية، لا يريدون إلا عليا وأبناءه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعند ذلك أرسلوا الكتب والرسل إلى الحسين بن علي، كلهم يقولون في كتبهم: إنا بايعناه، إنا بايعناه، ولا نريدك إلا أنت، ولا نريد يزيد بن معاوية، وليس في عنقنا بيعة يزيد.
ليست في عنقنا بيع الإذن بل البيعة لك. وتكاثرت الكتب على الحسين بن علي حتى بلغت أكثر من 500 كتاب، كلها جاءته من أهل الكوفة يدعونه إليهم وأن الأمر مستقر وأن لا نريد إلا أنت لكي تمسك زمام الأمور هنا. عند ذلك أرسل الحسين بن علي ابن عمه مسلم ابن عقيل، أرسله إلى الكوفة ليتقصى الأمور هناك ويعرف حقيقة الأمر وجليته. فلما وصل مسلم ابن عقيل إلى الكوفة صار يسأل هناك، فأخبر أن الأمر كما هو علم، أي أنه نعم لا يريدون يزيد بل يريدون الحسين ابن علي. ونزل عند هانئ ابن عروة وجاء الناس أرتالا يبايعون مسلم ابن عقيل على بيعة الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فتمت البيعة عند أهل الكوفة للحسين، وصار كل ما في الأمر هو انتظار متى يأتي الحسين بن علي. بعد أن أخذ الكلمة منهم مسلم بن عقيل بلغ الخبر النعمان بن بشير، وكان النعمان بن بشير هو أمير الكوفة يزيد بن معاوية. فلما بلغه الأمر أن مسلم بن عقيل هنا وأنهم يأتيه الناس ويبايعون الحسين وكذا، ترك الأمر كأنه لا يسمع ولم يعبأ بالأمر، حتى خرج بعض الذين عنده إلى يزيد في الشام وأخبروه بالأمر وأن مسلم يبايع الناس وأن النعمان بن بشير غير مكترث بهذا الأمر. فأمر الحسين بعزل النعمان بن بشير وأرسل عبيد الله بن زياد أميرا على الكوفة، وكان هو أميرا على البصرة، فضم له الكوفة مع البصرة ليعالج هذه المشكلة، وهي مشكلة أن أهل الكوفة يبايعون الحسين وهم تحت إمرة يزيد بن معاوية. عند ذلك لما وصل عبيد الله بن زياد دخل ليلة إلى الكوفة متلثما، فصار عندما يمر على الناس يسلم عليه فيقولون وعليك السلام يا ابن بنت رسول الله، يظنون أنه الحسين لأنه دخل مختفيا متلثما ليلا، فكان يظن أنه الحسين، فصار الناس يسلمون عليه ويقول عليك السلام يا ابن بنت رسول الله. فعلم عبيد الله ابن زياد أن الأمر جد وأن الناس الآن ينتظرون مجيء الحسين بن علي. عند ذلك دخل القصر ثم أرسل مولا له إلى دار هانئ ابن عروة، وجاء هذا المولى واسمه عقيل، أرسل هذا المولى إلى دار هانئ ابن عروة ليتقصى الأمر ويعرف حقيقة الأمر ومن الذي يبايع ومن الذي يقوم بالدور الكبير في هذه المسألة. فذهب على أنه رجل من حمص وأنه جاء ب3000 دينار لمساندة الحسين رضي الله عنه، فصار يسأل حتى دل على دار هانئ ابن عروة. فدخل هناك ووجد مسلم ابن عقيل وبايعه وأعطاه 3000، وصار يتردد عليهم أياما حتى عرف ما عندهم. وعند ذلك رجع إلى عبيد الله بن زياد وأخبره بالخبر. بعد أن استقرت الأمور وبايع الناس لمسلم بن عقيل، أرسل مسلم بن عقيل إلى الحسين أن أقدم فإن الجو قد تهيأ. فخرج الحسين بن علي رضي الله عنهما من مكة في يوم التروية. رجع هذا المولى لعبيد الله بن زياد وأخبره الخبر. فلما رجع إليه وأخبره الخبر قال عبيد الله بن زياد علي بهان بن عروة. فجيء بهان بن عروة فسأله عبيد الله بن زياد أين مسلم بن عقيل؟ قال لا. فنادى المولى فدخل عليه فقال هل تعرفه؟ يسأل المولى. قال نعم. فأسقط في يده هان بن عروة، لأن المولى يعرفه، هو في داره، بايع مسلم بن عقيل في داره، عرف أن المسألة كانت خدعة من عبيد الله بن زياد. فقال له عبيد الله بن زياد عند ذلك أين مسلم بن عقيل؟ فقال والله لو كان تحت قدمي ما رفعته. إلى المخبر لو كان تحت قدمي ما أخبرتك. فعند ذلك ضربه عبيد الله بن زياد ثم أمر بحبسه،
وبلغ الخبر مسلم بن عقيل فخرج بأربعة آلاف وحاصر قصر عبيد الله بن زياد. حاصر قصر عبيد الله بن زياد ابن زياد. ولما حاصر القصر وخرج أهل الكوفة معه، وكان عند عبيد الله بن زياد في ذلك الوقت أشراف الناس، فقال لأشراف الناس: خذلوا الناس عن مسلم بن عقيل، ووعدهم بأنه يعطيهم، وخوفهم بجيش الشام وما شابه ذلك. فصار الناس أي الأمراء يخذلون الناس عن مسلم بن عقيل، وكان قد خرج مسلم بن عقيل بأربعة آلاف ومعهم راية. فما زالت المرأة تأتي وتأخذ ولدها، ويأتي الرجل يأخذ أخاه، ويأتي الأمير أمير يعني القبيلة وما شابه ذلك، فينهى الناس. وما زال يخذلون بالناس حتى لم يبق معه إلا ثلاثون رجلا من أربعة آلاف. ثم بعد ذلك ما غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده يدور في طرق الكوفة لا يدري أين يذهب. ذهب كل الناس عنه وبقي وحيدا، فصار يمشي في دروب الكوفة لا يدري أين يذهب، حتى طرق الباب على امرأة من كندة فقال لها: أريد ماء. فاستغربت منه ثم قالت له: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل. وأخبرها الخبر وأن الناس خذلوه وأن الحسين سيأتي لأنه أرسل إليه أن أقدم، ولكن الناس خذلوه. فأدخلته عندها في بيت مجاور وأتته بالماء والطعام، ولكن كان عندها ولد. قام بإخبار عبيد الله بن زياد بمكان مسلم بن عقيل، فأرسل إليه جيشا أو سرية أو مجموعة كما يقال من سبعين رجل من سبعين رجلا إلى مسلم بن عقيل، فحاصروه وقاتلهم، ولكن في النهاية استسلم لهم. فلما استسلم مسلم بن عقيل أخذ إلى قصر الإمارة الذي فيه عبيد الله بن زياد. لما دخل على عبيد الله بن زياد سأله عبيد الله بن زياد عن السبب لهذا، فقال: بيعة في أعناقنا للحسين بن علي. فقال له: إني قاتلك. قال: إذن أوصيك. دعني أوصيك. قال: نعم أوصيك. فالتفت فوجد عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال له: أنت أقرب الناس مني رحمه، تعال أوصيك. وأخذه في جانب من الدار وأوصاه بأن يرسل إلى الحسين أن يرجع، فإن الحسين في الطريق قادم، وأوصاه أن يخبر الحسين. فأخبر عمر بن سعد عبيد الله بن زياد بما قال له مسلم بن عقيل، وأنه يريد أن يخبر الحسين بأن يرجع، فأذن له بهذا. فأرسل عمر بن سعد رجلا ليقابل الحسين في الطريق ويخبره أو يأمره بالرجوع، فخرج هذا الرجل إلى الحسين ليخبره بأن الأمر قد انقضى، أن أهل الكوفة قد خدعوه. وقال كلمة مشهورة أو كتابة كتبها مسلم بن عقيل الحسين، وهي: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني، وليس لكاذب رأي، وليس لكاذب رأي. وهم خذلوه، وهكذا كان رأي أصحاب الحسين كما سيأتي. قتل عند ذلك مسلم بن عقيل في يوم عرفة، وكان الحسين قد خرج من مكة في يوم التربية، أي قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد كان الحسين قد خرج من مكة يريد العراق. كثير من الصحابة نهوا الحسين بن علي عن الخروج، وهم أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وكذلك محمد بن الحنفية أخوه، وكذلك الفرزدق الشاعر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. كل هؤلاء لما علموا أن الحسين يريد أن يخرج إلى الكوفة نهوه، وهذه أقوالهم. عبد الله بن عباس قال: الحسين بن علي ما أراد الخروج لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب. وأما ابن عمر فقال الشعبي: كان ابن عمر بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى العراق، فلحقه على مسيرة ثلاث أميال ثلاث ليال، فقال: أين تريد؟ قال: العراق. وأخرج له الكتب التي أرسلت له من العراق، وأنهم يعلنون أنهم معه، وأخرج له الكتب
وقال هذه كتبهم وبيعتهم، قد غروه رضي الله عنه وارضاه، قال وهذه كتبهم وبيعتهم. قال ابن عمر لا تأتهم، فأبى الحسين إلا أن يذهب. فقال ابن عمر إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة منه، أنت بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك بضعة منه، والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير له. فأبى أن يرجع، فاعتنقه عبد الله بن عمر وبكى وقال أستودعك الله القتيل. وكذلك ممن نهى الحسين عن الخروج عبد الله بن الزبير، قال للحسين أين تذهب؟ تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ فلا تذهب. فأبى الحسين إلا أن يخرج. وكذلك كلمه أبو سعيد الخدري فقال يا أبا عبد الله إني لك ناصح وإني عليكم مشفق، وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم، فلا تخرج إليهم، فإني سمعت أباك يقول بالكوفة والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني، وما يكون منهم وفاء قط، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخير، والله ما لهم نيات ولا عزم، ولا عزم على أمر ولا صبر على سير. هذا رأي علي رضي الله عنه بأهل الكوفة. وكذلك ممن نهاه عبد الله بن عمرو بن العاص، وممن نهاه أخوه محمد بن الحنفية، وكذلك الفرزدق الشاعر، وذلك بعد خروج الحسين لقي الفرزدق الشاعر فقال له من أين؟ قال من العراق. قال كيف حالكم؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم مع بين أمهم. قلوبهم معك ولكن المصيبة ماذا؟ السيوف مع بني أمية ليست معك. فأبى إلا أن يخرج وقال الله المستعان، وخرج إلى الكوفة على هذه البيعة وعلى هذه الكتب التي أتته من أهل الكوفة. بعد أن علم عبيد الله بن زياد بخروج الحسين أمر الحر بن يزيد التميمي أن يخرج بألف رجل مقدمة ليلقى الحسين في الطريق. فخرج الحر بن يزيد بألف رجل فلقي الحسين قريبا من القادسية، وأخبر الحسين بخبر مسلم وقال له إن أهل العراق غروك وخدعوك وخذلوا مسلم بن عقيل وقد قتل مسلم بن عقيل في يوم عرفة. فهم الحسين أن يرجع، فتكلم أبناء مسلم بن عقيل قال لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا، لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا أي مسلم بن عقيل. عند ذلك رفض الحسين الرجوع وأراد أن يتقدم، فجاء الحر بن يزيد وسايره وقال له إلى أين يا ابن أبي رسول الله؟ قال إلى العراق. قال فإني آمرك أن ترجع وأتمنى أن ترجع وألا يبتليني الله بك، ارجع من حيث أتيت أو اذهب إلى الشام إلى حيث يزيد، ولكن لا تقدم إلى هنا. فأبى الحسين ذلك، ثم صار الحسين يسير بجهة العراق، صار حر بن يزيد يعاكسه ويمنعه، فقال له الحسين ابتعد عني ثكلتك أمك. فقال الحر بن يزيد عند ذلك والله لو غيرك قالها من العرب لاقتصصت منه ومن أمه، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة سلمة، ما أستطيع أن أتكلم عن أمك. فعند ذلك امتنع الحسين عن الذهاب، ثم جاءت مؤخرة الجيش وكان مقداره 4000 بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص. فلما واجه الحسين وكان في مكان يقال له كربلاء، وقال الحسين لما سئل عنه قال ما هذه؟ قالوا كربلاء، فقال كرب وبلاء. عند ذلك لما جاء جيش عمر بن سعد وتوقفوا مع الحسين، كلم عمر بن سعد الحسين وأمره أن يذهب إلى العراق يسلم نفسه إلى عبيد الله بن زياد، فأبى الحسين. وعندما رأى أن الأمر جد قال لعمر بن سعد إني أخيرك بين ثلاث،
إني أخيرك بين ثلاث فاختر منها ما شئت. قال وما؟ قال أن تدعني أرجع. خلاص أريد أن أرجع. 5000 كيف؟ قال تدعني أرجع أو تتركني أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أو تتركني أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يدي في الشام. فقال عمر بن سعد نعم، فأرسل أنت إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد وننظر ماذا يكون في الأمر. فلم يرسل الحسين إلى يزيد وأرسل عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد. فلما جاء الرسول لعبيد الله بن زياد وأخبره الخبر وأن الحسين يقول أخيركم بين هذه الثلاث فرضي عبيد الله بن زياد أي واحدة يختارها الحسين. وكان عند عبيد الله بن زياد رجل قال له شمر ابن ذي الجوشن. هذا الرجل لما سمع هذا الكلام وكان من المقربين من عبيد الله بن زياد لما سمع هذا الكلام قال لا والله حتى ينزل على حكمك، قال لا والله حتى ينزل على حكمك. كيف تأذن له؟ لابد أن ينزل على حكمك. فقال نعم لا حتى ينزل على حكمي، يعني يأتي في الكوفة وأنا أسيره إلى الشام أو الثغور أو أرجعه للمدينة حتى ينزل على حكمي، يعني يستأثر لعبيد الله بن زياد. وقام عبيد الله بن زياد وأرسل شمر بن الجوشن وقال له اذهب حتى ينزل على حكمي، فإن رضي عمر بن سعد وإلا فأنت القائد مكانه، أنت القائد مكانه. وكان عمر بن سعد قد جهزه عبيد الله بن زياد بهذه 4000 ليذهب بها إلى الري، فقال له اقضي أمر الحسين ثم اذهب إلى الري. وكان قد وعده بولاية الري. فخرج شمر بن الجوشن إلى حيث الحسين بن علي والحر بن يزيد وعمر بن سعد بن أبي وقاص. لما جاء الخبر إلى الحسين وأنه لابد أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد رفض الحسين بن علي رضي الله عنهما، رفض هذا الأمر وقال لا والله لا أنزل على حكم عبيد الله بن زياد أبدا. فتوقف الفريقان هنا، وكان عدد الذين مع الحسين 72 فارس مع الحسين، وأولئك جيش 4000 أو يزيد. وتوقف الفريقان، ولما توقف الفريقان قال الحسين لجيش ابن زياد راجعوا أنفسكم محاسبوها، هل يصلح لكم قتال مثلي وأنا ابن بنت نبيكم وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري؟ وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة. وصار يحثهم على ترك أمر عبيد الله بن زياد والانضمام إليه، فانضم منهم 30 إلى الحسين ومنهم الحر بن يزيد التميمي الذي كان مقدمة جيش عبيد الله بن زياد، فانضموا هؤلاء إلى الحسين. فقيل للحر بن يزيد صاحوا به قوله قالوا كيف أنت جئت معنا أمير المقدمة والآن تذهب إلى الحسين؟ قال ويحكم والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله إني لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وأحرقت، إني أخير بين الجنة والنار. عند ذلك صلى الحسين رضي الله عنه الظهر والعصر من يوم الخميس، صلى بهم الظهر والعصر، صلى إماما بالفريقين بجيش عبيد الله بن زياد وبالذين معه، حتى قال لهم منكم الإمام ومنا؟ قالوا لا بل نصلي خلفه. فصلوا خلف الحسين الظهر والعصر. فلما جاء وقت أو قريب من وقت المغرب تقدموا بخيولهم نحو الحسين، وكان الحسين محتبيا بسيفه، فلما رآهم وكان قد أخذ غفوة نام قليلا، فلما رآهم قال ما هذا؟ قالوا إنهم تقدم. قال اذهبوا إليهم فكلموهم وقولوا لهم ماذا يريدون. فذهب 20 فارسا وكان منهم العباس بن علي بن أبي طالب أخو الحسين، فكلموه ماذا تريدون؟ قالوا نريد إما أن ينزل وإما أن يقاتل، إما أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد إما أن يقاتل، مسألة طابت. فقالوا حتى نخبر أبا عبد الله. فرجعوا إلى الحسين رضي الله عنه وأخبروه وقالوا يقولون كذا. قال قولوا لهم أمهلونا هذه الليلة وغدا نخبركم حتى أصلي لربي فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى. فبات ليلته
تلك يصلي لله تبارك وتعالى ويستغفر ويدعو الله جل وعلا هو ومن معه رضي الله عنه أجمعين. وصار جيش عبيد الله بن زياد يحاصرون الحسين وضيانه. فلما أصبح الصباح شب القتال بين الفريقين، وذلك أن الحسين رفض أن يستأسر لعبيد الله بن زياد. طبعا كما ترون أن الكفتين غير متكافئتين، فشب القتال. ولما رأى أصحاب الحسين أنه لا طاقة لهم بمقاتلة هذا الجيش، صار همهم الوحيد هو الموت بين يدي الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فصاروا بين يدي الحسين رضي الله عنه يموتون الواحد تلو الآخر حتى فنوا جميعا، ولم يبقى منهم أحد، ولم يبقى إلا الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبقي بعد ذلك نهارا طويلا لا يقدم عليه أحد حتى يرجع، لا يريد أن يبتلى بقتل الحسين بن علي رضي الله عنه. واستمر هذا الأمر حتى جاء شيخ الجوشن وصاحب الناس فقال: ويحكم، ثكلتكم أمهاتكم، أحيطوا به واقتلوه. فجاءوا وحاصروا الحسين بن علي، فصار يجول بينهم بالسيف رضي الله عنه وأرضاه، حتى قتل منهم من قتل، وكان كالسبع رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن كما تعلمون الكثرة تغلب الشجاعة مهما كان. فعند ذلك حاصروا الحسين وصاح بهم شمر الجوشن: ويحكم، ماذا تنتظرون؟ أقدموا. فتقدموا إلى الحسين ثم قتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. والذي باشر قتل الحسين هو سنان بن أنس النخعي، وحز رأس الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل إن الذي قتله هو شمر بن ذي الجوشن. بعد أن قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حمل رأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة. فلما وصل الرأس إلى عبيد الله بن زياد جعل ينكت بهذا الرأس، يضرب هذا الرأس ومعه قضيب يدخله بفم الحسين ويقول: إن كان لحسن الثغري. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه فقام وقال: والله لا أسوء أنك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه. أخرجه أحمد وأصله البخاري. قال إبراهيم النخعي رضي الله عنه: لو كنت في من قاتل الحسين ثم أدخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرج الطبراني بسند صحيح. قتل مع الحسين رضي الله عنه كثير من أهل بيته، وممن قتل من أولاد علي بن أبي طالب الحسين نفسه، ثم جعفر ابن علي بن أبي طالب، والعباس وأبو بكر وعثمان ومحمد، كل هؤلاء أبناء علي بن أبي طالب قتلوا بين يدي الحسين. ومن أولاد الحسين علي الأكبر غير علي زين العابدين، إن كان عنده علي الأكبر وعلي الأصغر، علي الأصغر هو زين العابدين، علي الأكبر وعبد الله هذان أبناء الحسين. ومن أولاد الحسن بن علي قتل عبد الله والقاسم وأبو بكر. ومن أولاد عقيل قتل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن ومسلم بن عقيل طبعا قتل في الكوفة وعبد الله بن مسلم. ومن أولاد عبد الله بن جعفر قتل عون ومحمد. 18 رجل كلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا في هذه المعركة الغير متكافئة كما ترون. وطريف في هذه أن ممن قتل بين الحسين بن علي رضي الله عنه أبو بكر بن علي وعثمان بن علي وأبو بكر بن الحسن، ولا تجد لهم ذكرا، يعني عندما تسمع شرح الشيعة وكتبهم التي ألفت في مقاتل حتى لا يقول أن علي بن أبي طالب سمى على أسماء أبي بكر وعثمان وأن الحسن سمى على أسماء أبي بكر. علي بن أبي طالب سمى على أسماء أبي بكر وعثمان أو أن الحسن سمى على أسماء أبي بكر، وهذا أمر عجيب جدا منه. عن أم سلمة قالت: كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم والحسين معي، فبكى الحسين فتركته، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: أتحبه يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: إن أمتك ستقتله،
وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها. فأراه إياه فإذا الأرض يقال لها كربلاء. وهذا أخرجه أحمد في الفضائل بسند حسن. وعن أم سلمة قالت سمعت الجنة تنوح على الحسين رضي الله عنه لما قتل. وأما ما روي من غير ذلك كان السماء صارت تمطر دما أو أن الجدر كان يكون عليها الدم أو ما يرفع حجر إلا يوجد تحته دم أو ما يذبحون جزورا إلا صار كله دم أو ما شابه ذلك، هذه كلها من أكاذيب وترهات الشيعة وليس لها سند صحيح ولا حتى ضعيف، وإنما هي أكاذيب تذكر. عن أبي رجاء العطاردي قال كان لنا جار من بلهجين من بلهجين فقدم الكوفة فقال ما ترون هذا الفاسق ابن الفاسق قتله الله، يعني الحسين بن علي، يسميه الفاسق ابن الفاسق. يقول أبو رجاء العطاردي فرماه الله بكوكبين من السماء فطمس بصره، وهذا سنده صحيح عند الطبراني. وعن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه، قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار راوي الحديث عن ابن عباس فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم، وهذا سنده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، وابن عباس أعلم الناس بصفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، والذي قتل عبيد الله بن زياد، ولكن لم يلبث أن قتل هذا عبيد الله بن زياد، قتله المختار ابن أبي عبيد انتقاما للحسين. وكان المختار ممن خذل مسلم بن عقيل في، لأنه كان في الكوفة وكان من الذين ناصروا مسلم بن عقيل ثم خذلوه، فصار الأمر بين كل أهل الكوفة بل بين الشيعة كلهم أنهم أرادوا أن ينتقموا أولا من أنفسهم لأنهم خذلوا الحسين، قالوا له تعالى ونحن معك. ثم لما قتل مسلم بن عقيل لم يتحرك أحد منهم، وكذلك لما خرج الحسين لم يدافع عنه أحد منهم إلا ما كان من الحر بن يزيد التميمي ومن معه، أما أهل الكوفة فإنهم خذلوا. وإذا تجدهم أيضا يضربون صدورهم ويفعلون ما يفعلون، كل هذا لتكفير تلك الخطيئة التي ارتكبها آباؤه كما يقولون. قتل عبيد الله بن زياد على يد المختار بن أبي عبيد. عن عمارة بن عمير قال لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نضجت في المسجد في الرحبة. المهم أن عبيد الله بن زياد قتل على يد مصعب ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وعنهما أقصد مصعب وأبيه وليس المختار وليس عبيد الله. يقول لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نضجت في المسجد في الرحبة، أي وضعت، فانتهيت إليهم وهم يقولون، هذا عمارة بن عمير يقول فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت، يقول فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد، فمكثت هنيئة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت، ثم قالوا قد جاءت قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. وهذا سنده صحيح عند الترمذي وغيره. وهذا انتقام من الله تبارك وتعالى من هذا الرجل الذي ساهم مساهمة كبيرة في قتل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى أمر وهو خروج الحسين بن علي رضي الله عنه من مكة يريد الكوفة خروجا على الحاكم في ذلك الوقت. يقول شيخ ابن تيمية لم يكن في خروج الحسين رضي الله عنه لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، أي أن خروجه ما كان سليما، ولذلك نهاه أكابر الصحابة في ذلك الوقت نهوه عن هذا الخروج. يقول بل يمكن أولئك الظلمة الطغاة من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الخروج مكن لأولئك الظلمة لأولئك الطغاة أن ينالوا من ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده. ولكن أمر الله تبارك وتعالى ما قدر الله تبارك وتعالى كان ولو لم يشأ الناس. طبعا بالنسبة لقتل الحسين ليس هو بأعظم من قتل الأنبياء، وقد قتل الأنبياء، وقدم رأس يحيى ابن زكريا لبغي رضي الله عنه وأرضاه صلوات الله وسلامه عليه، وقتل زكريا
وأرادوا قتل موسى وأرادوا قتل عيسى وقتلوا غيرهم من الأنبياء، وكذلك قتل عمر وقتل عثمان وقتل علي، وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك لا يجوز الإنسان حقيقة أن إذا جاء مقتل حسين اللطم والشط وما شابه ذلك، بل هذا كله منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، وقال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي تصيح والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق جيبها، وقال كذلك إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. فالواجب عند الواجب على الإنسان المسلم إذا جاءت أمثال هذه المصائب أن يقول كما قال الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الواجب على المسلم إذا أصابتهم مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أن يفعل كما فعل الناس الذين هم ليسوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو موقف الناس من قتل الحسين؟ ما هو موقف الناس من قتل الحسين؟ الناس من قتل الحسين على ثلاث قوائم. الطائفة الأولى يرون أن الحسين قتل بحق وأنه كان خارجا عن الإمام وأراد أن يشق عصا المسلمين، وقالوا قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، وهي أخرجه مسلم. قالوا والحسين أراد ذلك، أراد أن يفرق جماعة المسلمين، ورسول قال كائنا من كان اقتلوه، فكان قتله صحيح، كان قتله صحيحا. هذا قول الناصب الذين يبغضون الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. وقوم آخرون هم الشيعة قال أنه هو الإمام الواجب طاعته وكان يجب أن يسلم إليه الأمر. والقول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة، قالوا بل قتل مظلوما ولم يكن متوليا للأمر، أي لم يكن إماما كما قال الشيعة، ولا قتل خارجيا رضي الله عنه، بل قتل مظلوما شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ما موقفنا من يزيد بن معاوية؟ طبعا هناك مواقف أمور أخرى وقعت من يزيد، وهي وقعت الحرة وكذلك قتل، أو قبل هو ما أدرك قتل عبد الله بن الزبير، لكن قتال عبد الله بن الزبير وكذلك قتل الحسين بن علي. يزيد لم يكن له دخل في قتل الحسين، وليس هذا دفاعا عن يزيد ولكن دفاعا عن الحق. يزيد نعم أرسل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة ليمنع مسألة أن الحسين يأخذ الكوفة ثم ترجع الأمور كما كانت عليه قبل عام الجماعة قبل تسليم الأمور لمعاوية، فيرجع القتال بين أهل العراق وأهل الشام. ولم يأمر عبيد الله ابن زياد بقتله، بل الحسين نفسه كان حسن الظن بيزيد حتى قال دعوني أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده. قال شيخ ابن تيمية إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقي، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره، ولم يسب لهم حريما أصلا، بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بيته. طبعا الروايات التي في كتب الشيعة أنه أهين نساء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذنا إلى الشام مسبيات وأهن هناك، كله كان باطل، بل كان بنو أمية يعظمون بني هاشم. ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر، وأمر الحجاج أن يعتزلها وأن يطلقها وأن لا تبقى في ذمته، فهم كانوا يعظمون بني هاشم، بل لم تسب هاشمية قط، لم تسب هاشمية قط، ليس فقط يعني من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني من بنات الحسين، بل ولا هاشمية سبيت في زمن لا الدولة العباسية ولا الدولة الأموية ولا حتى إلى زمننا هذا. فالهاشميات كنا يعني عزيزات مكرمات في ذلك الزمن. فالكلام الذي يقال عن يزيد له سبع نساء أهل بيت الرسول هذا كلام باطل وهو مكذوب. بقي أنه ذكر أن رأس الحسين أرسل إلى يزيد، هذا أيضا كذب لم يثبت، بل رأس الحسين بقي عند عبيد الله ابن زياد ودفن الحسين ولا يعلم قبره، ولكن المشهور أنه دفن في كربلاء حيث
قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية؟ ما هو موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية؟ هناك من يجوز لعن يزيد بن معاوية، هناك من يمنع. والذي يجوز لعن يزيد بن معاوية يحتاج إلى أمرين اثنين. الذي يجوز لعن يزيد يحتاج إلى أمرين اثنين. الأمر الأول، أو لنقول ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يثبت أن يزيد بن معاوية كان فاسقا، هذا أول شيء. الأمر الثاني أن يثبت أنه لم يتب من ذلك الأمر، فإن الكافر إذا تاب تاب الله عليه. الأمر الثالث أن يثبت جواز لعن المعين، جواز لعن المعين، فإنه لا يجوز لعن المعين كما تعلمون، بل أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سب أبو جهل قال لا تسب الأموات فيتأذى الأحياء، لأنه كان عتله موجود وهو مهما كان أبوه، فقال لا تسب الأموات فيتأذى الأحياء. ودين الله لم يقم على السب كما هو عند الشيعة، دين قائم على السب، هذا الدين لا، قائم على مكان الأخلاق. فالسب ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، فسباب المسلم فسوق. فالقصد أنه لم يقل أحد أن يزيد خارج من ملة الإسلام، بل أكثر ما قيل فيه أنه فاسق، وهذا كما قلنا على يعني ثبوت ما ذكروه عنه في الفسق وعلمه عند الله تبارك وتعالى، بل أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطيني مذكور لهم، وكان هذا الجيش بقيادة يزيد بن معاوية، ويذكر أن الحسين كان معه رضي الله عنه. وهذا أول جيش غزا القسطنطينية قال النبي مغفور له، كان يزيد هو قائد هذا الجيش، والحديث في صحيح البخاري الذي فيه أن أول جيش غزا القسطنطينية مغفور له. قال ابن كثير قد أخطأ يزيد خطأ فاحشا في قوله لأميره مسلم بن عقبة، يعني في وقعة الحرة، أن يبيح المدينة ثلاث أيام مع من ضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم. فهذا بالنسبة ليزيد بن معاوية، فنحن نقول أمره إلى الله تبارك وتعالى، وهو كما قال الإمام الذهبي لا نسبه ولا نحبه، بل نترك أمره إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. لا، يزيد ولد في، يزيد ليس من الصحابة، يزيد ليس من الصحابة، هو ولد في حياة في خلافة عثمان، ولد في خلافة عثمان بن عفان، هو ليس من الصحابة، وإنما الصحابي هو عمه يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية. هناك صحابة اسمه يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، كان أميرا على الشام، فلما وكان أحد أمراء الجيش الذي غزا معركة يرموك، أحد أمراء الجيش هو وعمرو بن العاص و أبو عبيدة وشرحبيل ابن حسنة، ومن الرابع ويذكرنا الرابع، لا ليس أحسن ونسيت أن الرابع الآن، لكن القصد أنه ليس من الصحابة يزيد بن أبي سفيان، أما يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان ليس بصحابة. لا، خالص النسب، النسب نعم، بل يزيد جمع يعني بين قحطان وعدنان، هو عدناني وأخواله من قحطان من أصل العرب. إيه هو احتاج، ليس هناك تبني في الإسلام أيضا ذكرنا، نعم ليس هناك تبني في الإسلام، نعم هناك رعاية ترعى اليتيم، أما تبني حيث يتحول الاسم إليه لا يجوز، هنا ادعوهم لآبائهم. فيزيد لا ابن معاوية من صلبه، لو كان بالتبني ما أعطاها خلافة. نعم نعم، هي مشهورة جدا في كتب التاريخ، هي مسألة مسلمة في كتب التاريخ أن المدينة استبيحت ثلاث أيام، ولكن طبعا في زيادة مكذوبة، كان قالوا فضة 70,000 بكر وبعض الرواية 30,000 بكر، وكل هذا كذب، بل استباح الطعام والقتل
نعم، لأن ماذا فعل أهل المدينة؟ أهل المدينة بقيادة عبد الله بن حنظلة، أو عبد الله بن حنظلة وعبد الله بن مطيع وغيرهما، أنهم خلعوا يزيد بن معاوية، خلعوه وأعلنوا يعني نقض البيعة، وطردوا أميرهم، بل حاصروا الأمويين في المدينة وطردوهم من المدينة. طيب، عند ذلك أرسل إليهم يزيد الجيش بقيادة مسلم بن عقبة فحاصرهم، ثم قتلهم واستباح المدينة 3 أيام من حيث القتل وأخذ الأموال والأطعمة وما شابه ذلك. ثم بعد أن انتهت 3 أيام استشار يزيد بعض الذين عنده، قال ما ترى في إصلاح يعني الأمر؟ قال أن ترسل إليهم بالطعام واللباس والشراب، واللباس والطعام وتنتهي الأمور والمال، فأرسل إليهم وانتهت هذه الأمور. لكن القصد أن قتال المدينة كان صحيحا من حيث المبدأ، وهو أنه خرجوا عن طاعة الأمير، وكما فعل يعني علي بن طالب لما قلنا نحن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل أهل الشام، لأنه يعني خرجوا عن الطاعة. وخروج أهل المدينة يعني من باب أولى، لأن أظهر، لأن كانت الأمور مستقرة وتمت البيعة له وبايعوهم، ثم بعد ذلك نقضوا البيعة. ولكن الذي ينكره أهل السنة والجماعة على يزيد هو الاستباحة وليس القتال. وجاءت لما قيل الإمام أحمد ألا تروي عن يزيد؟ قال لا ولا كرامة، ما أروي عن يزيد ولا كرامة، أليس هو الذي قد استباح المدينة؟ فمسألة استباحة المدينة أمر يعني شبه مسلم بين أهل التاريخ، ولكنه طبعا مثل هذه الأمور الناس يزيدون فيها أشياء كثيرة. الزيارة هذا غير واضح، الصحيح واستباحة قتل في المدينة. نعم، قتل كثير من أبناء الصحابة، بل من الصحابة أيضا. زوزين ما بايع حتى ينقض البيع، لكن كان ملزم بالبيع كما قلنا بالنسبة لمعاوية. معاوية ما بايع علي بن أبي طالب، لكن قلنا ما يلزم أن يبايع، خلاص بايع أهل الحل والعقد يكفي. معي؟ ولكن ما حضرت لكم إيه؟ لما قلنا بالنسبة لمعاوية بن سفيان رضي الله عنه رفض أن يبايع علي بن أبي طالب، قال حتى قتلت عثمان. قلنا ما هي حجة هذه؟ لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يبايع، خلاص بايع أهل الحل والعقد يكفي، هو الإمام، رضي معاوية أو لم يرضى. كذلك هنا بايع أهل الحل والعقد يزيد بن معاوية، ما بايع الحسين، ما بايع عبد الله بن الزبير، ما يؤثر هذا الأمر، وعدم بيعتهما لا تؤثر، بل هو الأمير وهو الإمام وإن أبيا. ولكن القصد أنه لم يبايع عبد الله بن الزبير ولا الحسين، ما بايع. وعبد الله بن الزبير طبعا بعد ذلك يعني قاتله يزيد وحاصره، ثم بعد ذلك مات يزيد في أثناء الحصار، وتولى مروان وتولى عبد الله بن الزبير، وصار حاكما عبد الله بن الزبير أميرا للمؤمنين لمدة 9 سنوات، حتى قتل على يد الحجاج في زمن عبد الملك بن مروان. نعم، 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 الله أعلم. ما هو معروف، يعني غير معروف إلى دفن، المهم عند الله تبارك، لكن الأصل أنه في الكوفة، الأصل أنه دفن في الكوفة، لكن أي العلم عند الله، لكن لم يذهب إلى الشام كما يدعون، ولا هو في مصر، هذا كله كلام فاضي. الأصل أنه يعني ظل في العراق في الكوفة. نعم، النواصب ليسوا من أهل السنة، النواصب أهل السنة وسط بين النواصب وبين اللي هم الشيعة، يعني الشيعة يعظمون أهل البيت حتى بلغوهم منازل الأنبياء، بل زادوا على ذلك، والنواصب يبغضون أهل البيت، وأهل السنة وسط يحبون أهل البيت ولكن لا يزيدون في قدرهم عن القدر الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى. فالنواصب ليس من أهل السنة، بل الآن في زماننا هذا لا أعلم أن هناك نواصب، ما في نواصب، في خوارج يبغضون أيضا أهل البيت، أما نواصب ما أظن أنه الآن في نواصب أبدا، خلاص انتهى أمر النواصب. نعم، يقول إذا الحسين وعبد الله بن الزبير ليسوا من أهل الحل والعقد، فمن هم أهل الحل والعقد؟ أنا هل قلت هذا الكلام؟ طيب أنا ما قلت حسين ليس من أهل الحل والعقد، أعرف أنا قلت بايعه أهل الحل والعقد يكفي،
الحسين وابن الله الزبير إمام أهل الحي والعقد، ولكن ليس هما فقط أهل الحي والعقد، في غيرهم. مو لازم الإجماع، يعني البيعة لا يشترط فيها الإجماع. بايعه عبد الله بن عمر، بايعه عبد الله بن عباس، بايعه محمد بن حنفية، بايعه عبد الله بن عمرو بن العاص، ما يكفي هؤلاء؟ غير الذين بايعوه من أهل المدينة، غير اللي بايعوه من أهل الشام، غير اللي بايعوه من أهل الكوفة، غير اللي بايعوه من أهل مكة، ما يكفي هؤلاء؟ إذا خرج واحد أو اثنان. أنا ما قلت إن عبد الله بن الزبير ليس من أهل الحلوان، ولا قلت إن الحسين ليس من أهل، بل الزبير ابن الزبير والحسين هما أولى بالخلافة من يزيد من معاوية، وهما أفضل من يزيد، بل ما في مقارنة بين الحسين وعبد الله بن الزبير وبين يزيد بن معاوية. لكن أقول في غير هناك غير الحسين وعبد الله بن الزبير من أهل الحل والعقد، بايعوا خلاص، ما يلزم كل أهل الحل والعقد، يعني ما يلزم في البيع أن يبايع كل أهل الحل والعقد، بل بعض أهل الحل والعقد يكفي. لا، الذي عليه يعني أهل السنة والجماعة لو بايع اثنان من أهل الحل والعقد يكفي، اثنان من أهل العقد وتمت البيع له وكان أهلا لها خلاص تمام، وبايعه الناس بعد ذلك يكفي. أبو بكر من بايعه؟ عمر وأبو عبيدة، وتمت بيع عليه بكر وبايعه الناس بعد ذلك، فلا يضر لو بايعه اثنان من أهل الحل والعقد يكفي فما فوق. نعم. هذا مسلم بن عقبة القائد سموه مسرف كما قال ابن حزم وغيره، قالوا هو ليس مسلم ابن عقبة بل هو مسرف ابن عقبة، هو القائد وليس يزيد، إنما القائد مسلم بن عقبة هو الذي يعني سموه مسرفا. احنا ما نقول ما في مشكلة، لكن نقول هم مخطئون، الذين يخرجون عن الخليفة مخطئون وكان يجب عدم الخروج، لكن الظروف الله أعلم بها، لكن نقول الخروج على الحاكم خطأ، عرفت شلون؟ وقتال الحاكم لمن يخرج جائز، واضح؟ ولكن نقول هناك أساليب أخرى قبل القتال، خاصة إذا كان فيهم صحابة أو أبناء صحابة أو ناس من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه هناك يعني مثل قتال الحسين كان صحيحا؟ لما عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، هل القتال كان صحيحا؟ ليس بصحيح، ظلمه لما قاتله، مع أنه في ظاهر الأمر أنه خارج على الحاكم، لا يريد هذا الحاكم، ولكنه لما رأى أن الأمر قد كله تراجع عن رأيه وأراد أن يرجع إلى المدينة أو إلى ثغم الثغور أو إلى يزيد، وهنا رجع عن رأيه خلاص، يعني ترك خلاص يترك المفروض، لكن ما تركه رضي الله عنه وأرضاه، فقتالهم له كان باطلا، فليس كل خارج يجب قتاله، ولكن هناك أمور أخرى قبل القتال يتوصل بها إلى الصلح، فإن لم تتهيأ هذه الأمور فقتال الحاكم لمن خرج جائز. طبعا المدينة ومكة لا يجوز القتال فيها إلا إذا كان لسبب، عرفتون؟ يعني هذا مكان حرام، عرفتون؟ وإذا محدث مثلا أحدث قتل وذهب إلى مكة المدينة ما يقتل؟ يقتل، وين دخل مكة المدينة؟ فالقصد أن مكة المدينة يعني مكة المدينة لا يجوز الإنسان يستحلهما، هما حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أمور تجيزها مثل الخروج على الحاكم، مثل الفتنة، مثل يقتلون كما فعل يعني قرامطة لما جاء الحرم وقتلوا الحجاج، لو جاء جيش مسلم وقاتله في مكة جاز له ذلك، بل يستحب له ذلك لينجي المسلم من شره، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإن قاتلوا فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فالقصد ان يعني قتال المسجد الحرام نعم محرم وفي المدينه كذلك محرم، ولكن اذا دعت الحاجه نعم. اخواننا قلنا احنا في خروجه في مقتله ترحموا عليه وترضوا عنه، وما ليس في يدهم شيء، انتهى الامر، انتهى مبايعه، أرسلوا حتى أخرج الكتب قوم. نعم بدايته نعم كان خارج على الحاكم أنه قال أنه تمت البيعة والناس ما يريدون إلا أنت وكذا، نعم قد لا يكون مخطئا يعني، ولكن الذي عليه العلم أكثره أنه كان مخطئا في خروجه، وإذاك منعه الصحابة، ولكن الإنسان يتحرج من كلمة مخطئ يقولها للصحابة رضي الله عنهم،
ولكن القصد يعني عدم خروجه هو الصحيح، عدم خروجه هو الصحيح لا شك، بل خروجه تسبب في فتنة إلى يومنا هذا، ولو لم يخرج فلا شك أولى. نعم نعم، قلنا هم أن يرجع، ولكن أولاد مسلم بن عقيل لما هم أن يرجع أولاد مسلم بن عقيل قال له ما نرجع حتى نقتل الذين قتلوا والدنا، أراد الانتقام لأبيهم، فالحسين نزل عند رأيهم واستمر ولم يرجع. وكل ما في القضية أن الحسين رفض رضي الله عنه أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد، يعني مثلا كانت مسألة عزة، يعني أنا ما أنزل أنا تحت هذا الرجل، أرجو نعم عند يزيد أرجع كذا نعم، لكن على هذا الرجل ما أنزل، وهو عبيد الله بن زياد، وكان له رأيه رضي الله عنه، فقتل لا شك شهيدا مظلوما رضي الله عنه، وهو سيد شباب أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، لا لا، نحن ذكرنا أنه لما يعني أمسك هانئ بن عروة وضربه وسمع بذلك مسلم بن عقيل، خرج مسلم بن عقيل بالناس 4000 وحاصروا القصر، وكان عنده في القصر في ذلك الوقت أمراء القبائل وشيوخهم، فلما سمع بأن الناس حاصروه مع مسلم بن عقيل أمر الأمراء أن يصعدوا إلى السطح ويكلموا الناس ويخذلونهم ويهددونهم ويخوفونهم بجيش الشام وما شابه ذلك، فهذا الذي فعل، فقام الأمراء وخذلوا أقوامهم، وتدري أنت إذا ذهب 5 ذهب 6 ذهب 10 يبدأ الضعف يبدأ، حتى ما صار المغرب إلا مسلم عقيل وحده يدور في سكك الكوفة، شوف كيف خذلوه يعني سبحان الله، يعني بعد كانوا معه 4000 ومحاصرون للقصر بقي وحده لا يدري أين يذهب رضي الله عنه وارضاه، فكانت صدمة يعني لمسلم بن عقيل رضي الله عنه وارضاه، وهذا أمر طبيعي، يعني هم خذلوه وخذلوا عمه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قالهم أبغض اللهم إني أبغضتهم أبغضوني وملتهم اللهم أبدلهم شر مني وأبدلني خيرا منهم، كان يدعو عليهم علي رضي الله عنه، والحسن كذلك لما خرج بهم، أو قبل هذه لما ذكرنا نحن لما أراد علي أن يخرج إلى الشام قام يتكلم قال إن معاي قد نهد لكم بالرجال فما تقولون، فصاحوا الله الرأي كذا الرأي كذا، ناس يعني غير منضبطين، هم أهل الكوفة ناس أصحاب مزاج ناس أصحاب خلق غير منضبطين، وكذلك الحسن لما خرج إلى معاوية أيضا ضربوه وضربوا فخذه كما قال عبد الله بن الزبير للحسين، قتلوا أباك وخذلوا أخاك، وكانوا يسمون الحسين بعد ذلك يا أنت لست أمير المؤمنين إنما أنت مذل المؤمنين، يقول للحسن رضي الله عنه، فهم أهل خذلان سبحان الله في ذلك أهل خذلان، والآن خذلوا صدق حتى يخذل. نعم لا ما عن بعيد طرحناها ذكرناه لم تخرج ضد علي وإنما خرجت مع الزبير وطلحة لقتل اللي هم قتلة عثمان، هم كانوا في مكة وراحوا للبصر، علي كان في المدينة ما خرجوا لعلي، علي هو الذي خرج لهم رضي الله عنه، والقتال الذي شب بينهم قتال فتنة يعني لم يكن قصدا، هم ما خرجوا على علي وإنما ذهبوا للبصرة يقتلوا أهل البصرة، وعلي كان في المدينة يعني ما ذهبوا لعلي في المدينة حتى يقاتلوا له، إنما ذهبوا إلى البصرة، ثم بعد ذلك خرج علي من البصرة إلى الكوفة من عفوا المدينة إلى الكوفة، وهناك يعني شبت المعركة وذكرنا ظروفها، لكن ما في مجال الآن نعيدها، لكن الشريط موجود إن شاء الله ممكن ترجع إليه. بلى جاءت الحديث قال نصفها الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق 3 مرات، قال الفتنة منها هنا الفتنة منها هنا الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق صلى الله عليه وسلم. نعم لا شك، وأكثر الفتن لو لاحظتها خرجت من هناك، يعني الخوارج من العراق، الشيعة خرجوا من العراق، من رافضة فتنتهم من هناك من العراق، كذلك فتنة الدجال يخرج من جهة المشرق، يأجوج ومأجوج من جهة المشرق، التتار خرجوا من المشرق، فسبحان الله الفتن كما قال الإسرائيل من جهة المشرق، فدائما الفتن من هناك سبحان الله. نعم لا شك،
العراق وإيران وروسيا والصين وأفغانستان وأوزبكستان، كل هذه مشرق، كل هذه مشرق. نعم العراق بداية، وأنت رايح كل هذه يعني جهة مشرق بالنسبة للمدينة، ومنها خرجت يعني الفتن. في عنده سؤال؟ ما أشوف أنا. إيه تفضل. نجد إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، قالوا في نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا في نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا في نجدنا، قال نجد قرن من قرون الشيطان. ونجد هنا اختلف أهل العلم فيها، يعني ما هو مفهوم نجد؟ هل مفهوم نجد هي المكان المعروف الآن يسمى نجد أم غير ذلك؟ لما تجمع الروايات ظهر الأمر المقصود بها العراق، لقول أهل العلم أن نجد هي كل مكان مرتفع، نجد هي المكان المرتفع، ولذلك جاء في الروايات وأشار نحو المشرق، وقال نجد قرن من قرون الشيطان. والعراق بالنسبة للمدينة نجد يعني مكان مرتفع بالنسبة للمدينة. وهذا هو ظاهر الواقع. لما ترجع إلى الواقع جميع الفتن القدرية كذلك المعتزلة كلهم خرجوا من هناك سبحان الله. الصوفية أول ما خرج من هناك. فالقصد أن نجد مقصود بها العراق، وهذا هو الذي يصدقه الواقع، والله أعلم. نعم هذا لقب حديث لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان هذا في زمنه رضي الله عنها، انها يعني تلقب بالزهراء، ولكنها زهراء عرشان، وهي يعني يكفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين وسيدة نساء اهل الجنة رضي الله عنها وارضاها، فهي زهراء يعني. وهذا اللقب يعني هي زانته ولم يزينها، يعني ما جملها ولا زادها هذا اللقب، بل هي زادته وجملته رضي الله عنها وارضاها. فالقصد أن لقب حديث هذا لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة ولا في زمنها هي رضي الله عنها حتى ماتت، هو لقب حديث، ولكن لقب طيب تستاهله، تستاهل أكثر منه. سم نعم ماشي. أنا أسألك كلام، هل كرم الله وجهه ولا لا؟ أنت الآن سألتني، أنا أسألك هل كرم الله وجهه ولا لا؟ أصبر الحين، أصبر أصبر بارك الله فيك. نحن الآن أول شيء نتفق أن الله كرم وجه علي، صحيح صحيح، لكن أنا يعني أوافقك في التخصيص، أصلا لا ينبغي لنا التخصيص، نقول كرم الله وجه علي رضي الله عنه، وكرم الله وجه بكر، وكرم الله وجه عمر، وكرم الله وجه عثمان، وكرم الله وجه بقية الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم كرم الله تبارك وجههم في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى. فالتخصيص نعم أنا معك أرسلان، ولكن أن يطلق هذا اللقب فلا بأس، لا بأس، بل إن أئمة المسلمين يعني مشوا على أمر، وهو أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كعلي وفاطمة والحسن والحسين بالذات، وكذلك علي بن الحسين، كان لما يذكر اسمه يقول عليه السلام، وهذا ما درج عليه الإمام البخاري في صحيحه، مع أن سبحان الله الشيعة يكرهون البخاري ويقول يبغض آل البيت، مع أنه ما يذكر الحسن ولا الحسين ولا علي ولا فاطمة ولا علي بن حسين، إنما يقول عليه السلام أرسلان. فالقصد أن لما تقول كرم الله وجهه كلمة صحيحة ما فيها شيء، لكن نحن ننكر التخصيص أن تكون هذه كلمة خاصة بعلي، يعني لم يكرم وجه إلا وجه علي رضي الله عنه، لا، نقول كرم وجه علي في الدنيا والآخرة، وكرم وجه بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة. فالتخصيص أنا معك، أما مسألة أن يقال هذا الكلام له رضي الله عنه، هل قالها الرسول؟ ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذوها من عموم الله تبارك وتعالى فقد رضي الله عن المؤمنين. فمسألة كرم الله وجهه يعني تخصيصها بعلنا، ما يقال إلا علي رضي الله كرم الله وجهه، نعم معك فيها، كلهم كرم الله وجهه رضي الله عنهم، عرفت شلون؟ لكن أصل الكلمة طيبة ما فيها إن شاء الله، ما فيها في عندك استدراك؟ ما في شيء. ها
لأن جاء فيهم النص، جاء فيهم النص وهو في التحيات الآن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، عرفتون؟ وآل محمد فهو معروف، يعني فيه خلاف، يعني منهم آل محمد على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول أن آل محمد هم علي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثاني أنهم أزواج النبي مع علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، طبعا أزواج النبي بآية الطهير، وعلي والحسن والحسين وفاطمة بحديث الكساء، وبعضهم يضيف عليهم أبناء عقيل وأبناء جعفر وأبناء العباس من حديث زيد بن أرقم لما سئل من آل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم. فمن هذا الباب نعم. هذا السلام غير عليه السلام اللي هو حتى نسلم عليكم نقول السلام عليكم لما نجيك اي ماشي، حتى انت حين تروح المقبره شو تقول؟ السلام عليكم اهل الديار من المسلمين ماشي. فهم لانهم من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال عليهم السلام، ما في باس ان شاء الله. البخاري امام من ائمه المسلمين، عرفتون؟ ويقلد في هذه ولا لا باس، يقلد في هذه لا باس ان شاء الله، ولم ينكر عليه احد. عشان جميع الذين جاءوا بعد البخاري لم ينكروا عليه هذا الأمر أنه قال عليه السلام لعلي أو الحسن أو الحسين أو علي بن الحسين أو فاطمة، فنحن نقلد البخاري فلا بأس إن شاء الله. صحيح صحيح، هذا المشهور عند أهل العلم أن صلى الله عليه، لكن الرسول قال اللهم صل على آل أبي أوفى، عشان فما في بأس إن شاء الله. حتى السلام يعني اللهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني كلمة فيها شيء، لكن علي والحسن والحسين ما بينهم يعني لهم مزية القرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، في حال مزية خاصة لهم لا شك في هذا. يعني ما في أبناء النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا بعده إلا أبناء، الآن في هذه الدنيا ما في نسل للنبي صلى الله عليه وسلم نسل الحسن والحسين رضي الله عنهم، لا شك هذه مزية لهم إنهما أبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا الحسن كان الحسين كان يتخذ فيها كما مر الآن، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره، فخر له. ولذلك الصحابة عظموا هذا الأمر على يزيد أنه قتل في زمنه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم جدا. لكن لا يعني هذا أننا نتجاوز الحد في الحسين رضي الله عنه ونعطيه أكثر من قدره، بل نعطيه قدره وقدره عظيم. كيف خلصت الأسئلة؟ ما نبي سأل؟ لا بأس، الله أعلم. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج والتوزيع، مكة المكرمة العزيزية، مركز فقيه التجاري، رقم الهاتف 55-89-44-4، رقم الفاكس 55-73-64-5، صندوق بريد رقم 7727. ونذكركم أن حقوق النسل محفوظة في جميع أنحاء العالم لدى مؤسسة الألف للإنتاج والتوزيع بمكة المكرمة، ونحذر من إعادة النسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.